شكرا للزميلة سارة. مشاهدينا، بعد قرار واتساب إدخال تعديلات على سياسة الخصوصية وعلى الرغم من تأجيلها تحت ضغط انسحاب عدد كبير من المستخدمين، شهدت بعض تطبيقات المراسلة مثل سيجنال وتليجرام إقبال كبير كونهما يمكن أن تؤمن خصوصية عفوا أكبر للمستخدمين. لذلك بات من المهم توعية الأفراد لضمان الخصوصية على حسابات المنصات الإلكترونية. عن هذا الموضوع نتحدث مع الخبير في أمن المعلومات والتحول الرقمي رولان بنجمة الذي ينضم إلينا مباشرة من الكويت عبر سكايب. رولان، صباح النور. صباح النور رولان. إذا واتساب، تليجرام، سيجنال، هذه التطبيقات المراسلة الأكثر شيوعا والأكثر استخداما، ما أهمية ضمان الخصوصية والأمان عند استخدام هذه التطبيقات؟ صراحة موضوع الخصوصية هو الأساس بالنسبة لكل المستخدمين، يعني هو معين هذا كثير بيطلبوه. والشيء الأساسي بهذا الموضوع هو إنه انت بس بدك تكون عم تشتغل على اي تطبيق مراسله، بدك تبعت نص ولا صوره ولا فيديو ولا اي شيء من هول التفاصيل، انت بحاجه تكون عارف انه هذا النص اللي عم تبعته او الصوره او الفيديو هي انكريبتد او مشفره، وما حدا قادر يعمل لها انترسبت او يقدر يعرفها غير الشخص اللي انت عم ترسل له اياها. يعني انا اذا عم ببعث لك لالك نص او صوره او فيديو، انا بدي اكون متاكد انه ما في ولا اي جهه ثالثه، حتى اصحاب الشركه اللي هن الماستر تبعول هذا التطبيق، منهم قادرين يعملوا لها انترسبت او يقدروا ياخذوها، لانه بالنهايه هذه في خصوصيه بيني وبينك. كيف يمكن ضبط خصوصيه هذه التطبيقات؟ خلينا نتحدث على كل تطبيق على حدا. اذا نبداو مثلا ب اذا تحدثوا مثلا على واتساب، يعني مثلا الفكره اللي صارت مؤخرا من واتساب وفكرته انه فرض على مستخدميه تحديث جديد وفرض عليه انه يقبلوا هذا التحديث لمشاركه معلومات مع فيسبوك ومع انستغرام، وشفنا الحمله الكبيره اللي صارت وشفنا قديش الناس خافت من اختراق الخصوصيه من واتساب وذهبت مباشره للبحث عن تطبيقات اخرى مثل تيليجرام ومثل سيجنال. ولكن دائما قعد هنا السؤال، يعني نوعا ما مش واضح، او الاجابه على هذا السؤال مش واضحه، هل انه تطبيق واتساب فعليا ونحن حاليا هو من اكثر التطبيقات اللي نستعملوها، هل هو من التطبيقات اللي يشارك او يمكن التطلع او متابعه خصوصياتنا من خلاله او رسائلنا، ام هو ايضا تطبيق مشفر مثل سيجنال او تليجرام؟ اول شيء بس نوضح شغله، اي تطبيق بالعالم كان فيسبوك ولا انستغرام ولا غيره ولا واتساب، هن تطبيقات عم بيقدموا لنا خدمه مجانيه. فهيدي الخدمه المجانيه اللي هن عم بيقدموا لنا اياها، هن بالمقابل في عندهم تكاليف بده يدفعوها للسيرفرز، بده يدفعوها للاشخاص السبورت، كل العالم اللي عم يشتغلوا عندهم. ففي هون نقطه كثير اساسيه المفروض نحن نعرفها، انه هول الشركات ما ممكن يقدموا لنا خدمه مجانيه بكل ما للكلمه من معنى. كرمال هيك بدهم هن مصدر لدخل الاموال لالهم، كرمال هيك بجربوا يستفيدوا من موضوع المعلومات اللي بيقدروا ياخذوها من المستخدمين فيقدروا يستفيدوا منها باعلانات. هلا انا بس اذا بيقدروا بالاستوديو يسمحوا لي اقدر اعمل شير سكرين على زوم، لانه هن كهوست بيقدروا يعملوا لي شير سكرين، هيك بنفرجيهم للمشاهدين عبر برزنتيشن كيف بيقدروا يظبطوا اذا بدك السيتنجز تبعوا البرايفسي. يلا أول نحن نقطة بدنا نحكي عنها بهذا الموضوع. نعم، نحن رولان في يعني قاعدين نجربوا انه نقوموا بهذه العمليه لمتابعه يعني كل ما انه ان شاء الله تنوي تقدمه لنا من خلال الخصوصيه، وكيف فعليا يمكن انه نحافظوا على خصوصياتنا. فقط هي بعض الامور التقنيه التي يجب وضعها من خلال الفريق التقني اللي معنا يسعى انه تكون الشيء هذا موجود الى حين انه يكون موجود. نكمل نحن حديثنا عن الخصوصيه بالنسبه للتطبيقات. ممتاز ممتاز. فنحن رح نبلش اذا بدك بهذا الموضوع بنحكي عن موضوع التشفير. عندنا نحن واتساب وسيجنال هن عندهم شيء بسموه اند تو اند انكريبشن، يعني انا اذا عم ببعث لك رساله او مسج لك عم بيروح مشفر لعندي من عندي وعم يوصل دغري لعندك بلا اي اذا بدك ولا اي وسيط بلا اي حدا ثاني. بينما تليجرام عنده مشكل انه هو في شيء بسموه كلاينت تو سيرفر انكريبشن، يعني انا اي شيء عم ببعثه عم بيروح على سيرفر تبع تليجرام بيرجع ساعتها بيوصل عند المستخدم. فهيدي اول نقطه كثير مهمه.
تليجرام بدك تفوت على كل conversation على كل محادثة وتيجي تقول إنه هذه المحادثة بدي بمحل معين تكون المحادثة private chat أو secure chat تتصير end-to-end encryption. فهذا موضوع كتير مهم نعرفه بكل التطبيقات. النقطة الثانية اللي كتير مهم نعرفها بموضوع واتساب اللي هو إذا أنا عم بعمل conversation مع أحدا for business يعني واتساب for business اللي هن الشركات اللي هن عم يستخدموا هذا التطبيق اللي بيكون موجود أوقات على فيسبوك أو صحيح. على أي ويب سايت أو موقع معين. فأنا شو بيصير إذا أنا عم ببعت الواتساب عم ببعت الرسالة راحت مشفرة من عندي لعند هذه الشركة. بس شو بيصير يعني أنا رح أعطي مثل إذا أنا عم بشتري أي منتج من أي شركة اشتريت قميص بدي طلبته أنا على الواتساب تشات قلت له بدي قميص لونه أحمر أوكي إذا رجعوا وصلوا لي إياها لونه أزرق هن بده يكونوا بمحل معين عاملين سيف يعني محافظين وعاملين سيف عندهم لكل المحادثات بشكل انه يقدر يرجعوا لها بلحظه معينه لانه هن هون في حدا عم يشتري منتج مثل رح اعطي مثلا انت لما بتدق اوقات على كول سنتر بقلك نحن رح نسجل هذه المحادثه لضمان خدمه الجوده فهونيك نفس الشيء بالبزنس بيقولوا لك نحن رح نعمل سيف لهول المحادثات كرمال بمحل معين نقدر بيكون في عنا ضمان خدمه الجوده هلا من ضمن اهم الاشياء المفروض تنعمل بموضوع الواتساب والسيجنال والتليجرام هو موضوع شيء بسموه تو فاكتور اوثنتيكيشن يلي هي انه انا بمحل معين اذا في حال لا سمح الله حدا سرق لي الواتساب تبعولي او سيجنال او تليجرام يكون في عندي ليفل ثاني حمايه تقدر انا بمحل معين احمي حالي بهذا الموضوع بشكل انه اي شيء بيصير معي بموضوع الواتساب او تليجرام او غيره اذا في حال انسرق يكون في عندي اكسس هلا في نقطه كثير مهمه بحب ضوي عليها وهيدي خاصة صارت لمستخدمي أبل وهي يلي كان سبب المشكل بين فيسبوك وواتساب وأبل هو إنه نحن هلأ إذا بيمكن أي حدا معه تليفون آيفون بيقدر قبل ما ينزل أي تطبيق بيفوت عليه بيعمل سكرول داون بحط له شو هي المعلومات يلي هذا التطبيق رح يخدع عنه فيعني أنا هلأ إذا بفوت على واتساب أوكي إذا أنا بدي أقدر فوت على واتساب بقدر بمحل معين قبل ما اعمله داونلود ببين عندي شو المعلومات اللي واتساب رح ياخذها عندي فاذا انا بتطلع مثلا بواتساب بياخذ مني كل شيء انا عم فوت عليها مشتريات وانا عم فوت على غير مواقع انا مثلا بمحل معين صفه غير مواقع اللوكيشن تبعيتي الكونتاكت تبعولي كل هول المعلومات عم بياخذها من عندي بينما مثلا تليجرام عم بياخذ بس المعلومات تبعولي الكونتاكت والكونتاكت انفورميشن يعني مين عندي كونتاكت على تليفوني والكونتاكت انفورميشن بينما سيجنال ما بياخذ مني ولا اي معلومه غير معلومات تبول الكونتاكتس تيقدر انا يربطني معه فهيدا تتشوف كمان بمحل معين ليه لانه السيجنال هو تابع لشركه ان جي او لا بتبتغي الربح ولا هدفهم يعملوا لك اعلانات ولا اي شيء بهذا الموضوع بينما واتساب هي شركه بتبتغي الربح وعم يجربوا ياخذوا منك المعلومات تيستهدفوك باعلانات طيب رولان هوني دائما هناك سؤال يعني موجود بكثرة ويخطر على بالنا بشكل كبير كي نتحدث على واتساب نعرف أنه حديثنا اليوم عن تطبيقات المراسلة تحديدا ولكن أنه الناس يمكن عندها هالمشكل من واتساب أنه يخو منا كل المعلومات ولكن في نفس الوقت نحن اللي عنا حسابات على واتساب عنا حسابات على إنستغرام وعلى فيسبوك أيضا مع أنه فيسبوك وإنستغرام وواتساب هي نفس الشركة أو فيسبوك وإنستغرام أيضا يخو علينا برشا معلومات هيدا بطبيعة الحال رح أجي أقلك شغلة بتنوضح نقطة بهذا الموضوع أنت بالنهاية واتساب مثلا في عندك أكثر من مليارين مستخدم فيسبوك عندك أكثر من مليارين مستخدم فأنت تقدر يكون في عندك شركة مؤهلة تخدم هول الشركات تقدر بمحل معين تكون عم تقدم لك خدمة مع سبورت مع سيرفرز مع ستوريج لكل هول المواضيع أنت بدك تكاليف كتير باهظة وحتى شفنا أكبر برهان على هذا الموضوع لما سيجنال كل العالم نقلت من واتساب على سيجنال الخدمة وقفت صار عندهم كتير مشاكل تقنية وحتى كل العالم صحيح وحتى كل العالم ما لنا عارف إذا بمحل معين سيجنال بده يوصل لمحل معين يقدر يتحمل لأنه هن كانوا مثلا 10 مليون مستخدم فجأة طلعوا لل 50 مليون مستخدم ووقفوا طيب هيدا كـ NGO كشركة لتبدأ الربح كانوا عم بيقدموا خدمة لعدد محدود من العالم هلا إذا بده يوصلوا لمحل معين تيقدموا الخدمة لعدد الكبير مثل ما عم نحكي بواتساب مثل ما عم نحكي بفيسبوك أو إنستغرام أو غيرها لمليار ومليارين مستخدم مين بده يقدر يتحمل كل هول التكاليف الباهظة نحن كلنا مفروض نعرف انه بالمطلق ما في شيء خدمه ببلاش يعني نحن عم نستخدم فيسبوك وانستغرام وواتساب
عم نستخدم بلاتفورمز تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي عم نستخدمها تنسوق لنا تنسوق لمنتجاتنا تنحنا نعمل مصاري من وراها. فهن كمان بنفس الوقت ان هدفهم يعملوا مصاري وهدفهم يطلعوا مصاري. هلا الفرق انه كل الضجه اللي صارت لانه صار العالم عندها وعي من وراء موضوع اللي صار مع شركه ابل، تيجي تقول للعالم انه يا جماعه انتم في هالمعلومات عم بتاخذوا منكم، مفروض انتم توافقوا ويكون عندكم الوعي الكامل انه انتم عم تشاركوا هول المعلومات مع واتساب ومع سيجنال ومع تليجرام بغض النظر شو هي المعلومات. بالضبط. بقى حبيت نحكي على موضوع اخر في دقيقه واحده، ومع الاسف يمكن ما كانش عندنا القدره انه نجربوا معك بعض الحلول او النصائح السريعه لضمان الخصوصيه، اكيد طبعا عيدوها مره اخرى. فقط اخر سؤال في اقل من دقيقه، بعض الدول رولون قد تلجا الى مراقبه هذه التطبيقات لعده اسباب، وهون يقعد ايضا مشكل كبير في حال وانه ايضا الدول تراقب هذه التطبيقات. صح، وهذا النقطه كثير مهمه. كل تطبيق من هول التطبيقات تابع لدوله معينه، يعني فيسبوك تابع للدوله الامريكانيه وبيخضع للدوله الامريكانيه، تليجرام تابع للدوله الروسيه وبيخضع لقوانين الدوله الروسيه، سيجنال هو تابع لامريكا وكمان بيخضع لامريكا بس هو ان جي او. فهون نحن السؤال الاساسي، اول شيء نحن ما ضروري نعرف انه فيسبوك وانستغرام وواتساب باي شيء بيعملوه، اذا هن بيجوا بالدوله الامريكانيه لتس جاستس ديبارتمنت او اي جهه حكوميه امريكانيه طلبت معلومات اللي علاقه برولون او باي شخص ثاني، ملزومين يعطون هول المعلومات. هون بنرجع للسؤال، شو المعلومات اللي عم تخزنها هول الشركات على المستخدمين لترجع بمحل معين اذا عم تقدر تشاركها مع الجهات الحكوميه ان كان امريكا ولا روسيا ولا غيرها. وهذه نقطه صراحه كثير مهمه، ضروري نعرف مين الجهه الحكوميه تابع لها هول التطبيقات وشو المعلومات اللي بيطلبوها منا وباي احوال. بالضبط. الخبير في امن المعلومات والتحول الرقمي رولان بنجم، شكرا لك على حضورك معنا، واكيد ان شاء الله نتمنى انه نتلقى معكم مره اخرى ونتحدث على عدد كبير من هذه المواضيع. شكرا لك رولان. شكرا لك. شكرا لك.